مرة أخرى أنتم مع أرات السياحة من هارش ناتزور في داتير. راح ننقلكم بجانب بسيط اليوم، ما راح نطول بالنقل المباشر، وراح نكمل جولتنا اللي بدأت البارحة، بدينا من يروان، راح نكمل اليوم نتوجه إلى شلالات شاكي، وبعدها نتوجه إلى شلالات جيرمو والمياه الحارة. ابقوا معنا جهد الإمكان، راح نحاول ننقلكم بعض المشاهد المباشرة. هذه الغابة الموجودة في داتير، سأتجول قليلا لتتعرفوا على نوع الأكواخ الموجودة فيها. ما أريد أوصف لكم إياها شلونه، أنتوا تقيموا من خلال المشاهد. مجموعة من الأكواخ، بحيث البارحة اضطرينا انقسمنا قسمين، قسم هنا بقينا وقسم الآخر في منطقة أخرى. أكواخ مصنوعة أو مبنية من الخشب، وأكواخ غريبة من نوعها بشكل أسطواني. هذه هي الأكواخ اللي قضينا الليلة فيها، مكان هادئ، وبصراحة اللي يريد يقيم في هذا المكان يقترح علينا، هو عندما يتصل فليقترح ويقول أنا أريد أبقى في المكان الفلاني، علما أنه للوصول إلى هذه المنطقة تستغرق تقريبا 5 ساعات من يريفان. هذا داخل الكوخ، مثلا هذا الكوخ ل3 أشخاص. الأثاث البي هذه أثاث غير فخم، شوفوا مثل اللمبات عبارة عن خشبة غصن نحتي ومسوي بشكل لمبات. أمام الكوخ، هلو هلو هلو، إجانا ضيف. حدائق ورود وأشجار جميلة حوالينا، وهذا الوادي مكان صراحة يفوق الوصف، وادي عميق عمقه أكثر من 200 متر طبعا في بعض الأماكن، وفي أماكن 300 متر المكان اللي يعبر من فوقه التلفريك الذي دخل كتاب غينيس للأرقام القياسية، تلفريك داتير، يصل العمق تحته 320 متر. نكرر اللي يرغب بيزور هذه المنطقة اللي قلنا نصلها بعد مسير 5 ساعات جول، لكن ال5 ساعات طبعا نتوقف في بعض الأماكن السياحية. يقول أريد أقضي ليلة في المكان الفلاني اللي هي نقول هارش ناتزور، أكواخ هارش ناتزور.
نتوقف من النقل المباشر وراح نتوجه إلى مكان آخر، وإن شاء الله عندي تقرير هيئته بشكل مبسط عن هذا المكان قريبا خلال يوم أو بكرة إن شاء الله ننشرها لكم على اليوتيوب والفيسبوك. كان معكم هيك دانيال من أرارات للسياحة.